اريح ضميري والعب حاجي باجي واختار كارت منهم. حاجي باجي ايه يا دولي بدل كلهم؟ ما ينفعش انت اشتغلي في الشركه اللي هتحطك في اعلى منصب. ايه ده؟ انت اتجننتي ولا جرى في عقلك حاجه؟ دولي لما تقولي يا شغل يبقى مش اقل من مدير عام. معلش يا حبيبتي عشان خاطري، اشتغلي في الشركه اللي هتديلك اعلى مرتب. مش معقول مش معقول يا دي هتفضلي طول عمرك عبيطه وساذجه كده يا حبيبتي. انا لما اقرر كده انا اللي احدد مرتبي. يا دولي ما تخزنيش يا دولي، حرام عليكي حرام عليكي، اشتغلي في اي شركه المهم ناكل لحمه وبيتزا. المهم دلوقتي تفتكري مين هيكون سعيد الحظ؟ انا اختار كده حبيبتي ولا انتي تختاري؟ لا انا هختار، انا هختار. ها خدي ده.